رحبت السلطنة بالإعلان الصادر عن المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن تشكيل ائتلاف بين الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب ومقره في مدينة الرياض. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 24 من ديسمبر الجاري إجازة رسمية في القطاعين العام والخاص في السلطنة. لقي مواطن مسن حتفه في محافظة مسندم على يد عامل آسيوي يعمل لديه، حيث قام بإلقاء جثته داخل بئر بمساعدة عامل آخر، وقد تمكن رجال شرطة عمان السلطانية من إلقاء القبض عليهما. حماية المستهلك بمحافظة ظفار تتلف 14 طنا من السجائر الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات القياسية بعد مداهمات لمخازن كبيرة داخل مدينة صلالة القديمة وفي بعض البيوت المهجورة.